ده جميل، ده تفكير ممتاز. بيرسي تاو هذا الموسم الأخير في عقده، هل يعني بدأتوا تفكروا في التجديد في الاستمرار ولا مأجلين الأمر شوية؟ يعني هو طبعا انت عارف انا جيت بعد الماتش بتاع السوبر، فعندك ماتشين صعبين جدا ومهمين نعم. اللي هو الزمالك والعين، فالكلام مع اللعيبه بيبقى محدود في هذا الامر، يعني صحيح صحيح. لان انا ببقى في حيره، يعني لو انا اتكلمت مع اللاعب واتفقت معاه هتبقى حاجه كويسه، طب لو ما اتفقتش فممكن يبقى حاجه سلبيه بالنسبه للاعب. نعم. فقلنا نخرج من الجزئيه ديت بعد ماتش العين، نبدا نتكلم مع اللعيبه يعني.